دلوقتي هتنزل غنوة قادر تقرقشني مع الأسماك قادر تقطعني إيدي نورك تتعزى باشا أخ عبد العشر مخرب بيت مخرب بيت حسيتي بيقول في المجال احساس جديد احساس جديد اه طبعا امال هتجيبها منين وايه الزلاجه دي زلاجه ال جي 16 قدم ببابين شاري ده شكلها نعش ما تفولش على نفسك يا عم احمد انت حلو How was your flight ده ما ردش عليها عامل فيها اطرش مع ورق شجر خليط كده مضروب فاهم عشان يدي واقعيه فاهم عشان تحس ان انت في ترانش بجد بس ده الضيف الوحيد اللي اقدر عليه ده الضيف الوحيد اللي ما فيهوش نفس يا بوس قلت خلاص يا فيفا خلاص يا فيفا خلاص بس يا فيفا عبد الله السلام يا فيفا عبد الله فيفا